سعيد إن أنا بلتقي بحضراتكم خلال فترة قصيرة في موضوع مهم آخر، وهو موضوع الإجراءات الضريبية وتحديدا القانون 7 لسنة 2017، وتحديدا التعديلات اللي تمت عليه أخيرا. وبإذن الله رب العالمين بعد الانتهاء من تقديم العرض احنا نفتح باب الأسئلة عن طريق الأسئلة اللي هتتحط على الشات، إن شاء الله نحاول نجاوب على هذه الأسئلة بإذن الله رب العالمين. بالنسبة للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، واللي صدر في 11 يونيو 2017، ثم جاءت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017، زيه زي أي قانون خاص بالإجراءات الضريبية في أي دولة في العالم، خضع لمجموعة من التقييمات والتعديلات التي تتم من قبل الجهات المعنية، سواء بالنسبة لوزارة المالية أو بالنسبة للهيئة الاتحادية للضرائب، أو كذلك بالنسبة للحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع المنظومة الضريبية في الدولة. وحضراتكم عارفين أنه كان أول قانون صدر في هذا الشأن أو في منظومة الضرائب الاتحادية بالدولة. والحقيقة أن في حصل 3 تغييرات أساسية أو تعديلات أساسية بالنسبة لهذا القانون. التعديل الأولاني صدر في 28 إبريل 2021، عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 49 لسنة 21، وعدل فيه بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، اللي هو القرار اللي كان معني بقيم الغرامات المالية اللي بتفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. أيضا عدل هذا القرار بقرار آخر، وهو قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 21، بعض الغرامات الإدارية المطبقة على مخالفات معينة. وأتاح أيضا، ودي اللي كانت مهمة واللي انتهت في 31 ديسمبر 22، وأتاح إعادة تحديد بعض الغرامات التي تم فرضها سابقا. احنا إن شاء الله هنركز على تعديلين. التعديل الأولاني هو تعديل قانون الإجراءات الضريبية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 21، والتعديل الثاني اللي هيدخل حيز التطبيق أو التنفيذ في مارس 23، وهو تعديل قانون الإجراءات الضريبية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 22. ولكن اسمحوا لي قبل ما نبدأ بالتعديلات سواء 28 ل 21 أو 28 سنة 22، إن احنا نرجع قليلاً للتعديل الأول اللي هو التعديل الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 21. هذا القرار كان معني بتعديل قرار مجلس الوزراء زي ما اتفقنا 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية اللي بتفرض على مخالفة القوانين الضريبية بالدولة. ولما يعني ندخل إلى مضمون هذه التعديلات، بنركز أكتر حاجة على المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية، اللي المادة عددت فيه مجموعة من المخالفات التي تخضع للغرامات الإدارية. وكان المادة دي مجلس الوزراء أصدر بشأنها قرار بتحديد بموجبه الغرامات الإدارية لكل المخالفات الواردة في المادة المذكورة على ألا تقل عن 500 درهم لأي مخالفة، ولا تتجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي تفرض غرامة بشأنها. الأهم أيضا في هذا القرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية والمفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021، واللي اعتبرتها الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية بالتأكيد تدابير تسهيلية بتهدف إلى مساعدة الأعمال في الدولة. بيتيح القرار اللي هو 49 لسنة 21، وأيضا قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 21، إن الهيئة الاتحادية للضرائب تعيد تحديد مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة
الدفع وغير المدفوعه واللي اتفرضت على المسجلين للضرائب على اساس قواعد الغرامات الوارده في قرار مجلس الوزراء 40 لسنه 2017. وفي هذه الوقت تم تحديد مجموعه من الشروط لكي تستفيد هذه الاعمال التي فرضت عليها غرامات ضريبيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، مجموعة شروط عشان يقدر يدخل إلى منظومة التسهيلات زي ما اتفقنا، اللي أولا قالوا أنها تنتهي في 31/12/2021، ثم تم مدها إلى 31/12/22. كان الشرط الأولاني أن تكون قد فرضت على الشخص أي من الغرامات الإدارية اللي منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 40 لسنة 2017، وذلك قبل تاريخ 28 يونيو 21. الشرط الثاني ان الشخص المعني لم يقوم بسداد كامل الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 واللي هي فرضت قبل 28/6/2021. الشرط الثالث اتقال فيه ان الخاضع للضريبة لابد ان يقوم بسداد المبالغ، مجموعة من المبالغ بحد أقصى في البداية خالص 31 ديسمبر 2021. إيه اللي كان مفروض يسدده؟ أولا كافة الضرائب المستحقة عليه، مستحقة الدفع طبعا، حتى 31 ديسمبر 21، سواء استحقت هذه الضريبة قبل 28 يونيو 21 أو بعده. كمان يسدد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة اللي فرضت على هذا الخاضع للضريبة قبل 28 يونيو 21. لما جه مدوا القرار أو هذا التسهيلات في الدفع وحتى 31 ديسمبر 22، قالوا في هذه الحالة عليه أنه يسدد المبالغ التالية بحد أقصى 31 ديسمبر 22. طبعا استمر استحقاق كامل الضريبة المستحقة الدفع، لأن دي ما عليهاش كلام يعني، حتى 31 ديسمبر 22، سواء استحقت هذه الضريبة قبل تاريخ 28 يونيو 21 أو بعده. 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة المشار إليها واللي فرضت قبل 28 يونيو 21. ولأغراض الشمولية الهيئة قصدت من عملية السداد إن استلام الهيئة الاتحادية للضرائب للمبالغ ذات الصلة. إذا استوفى الخاضع للضريبة هذه الشروط، الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه الحالة قامت بالفعل بإعادة تحديد مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع وغير المدفوعة بتاريخ 28 يونيو 21 لتساوي فقط 30% من ذلك الجزء من الغرامات غير المسدد، وبالتالي يصبح هذا الشخص غير مطالب بالجزء المتبقي من الغرامات الإدارية في حالة استيفاء الشروط، وهي نسبة 70%. فدي الحقيقة كانت من أنواع التسهيلات المهمة جدا التي قدمت في هذا الشأن، واللي كان لها دور مهم جدا في تسوية كم كبير جدا من الغرامات، والحقيقة معظمها كانت غرامات فرضت بسبب إن كانت تحديداً الضريبة على الانتقائية أو الضريبة الانتقائية في البداية، ثم ضريبة القيمة المضافة تعتبر من الضرائب حديثة العهد بالدولة، وبالتالي كان فيها التزامات معينة، يمكن كان جزئية الامتثال الضريبي غير كامل، وبالتالي بدأت تفرض غرامات وتراكمت هذه الغرامات. فكانت عملية التسهيلات التي قدمت من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 21 أداة جيدة جدا لانتهاء هذا الملف، أو الانتهاء بالكامل من هذا الملف الخاص بالغرامات الضريبية الخاصة بالقرار رقم 40 لسنة 2017. كانت مهم جدا أن أنا أقدم لحضراتكم المقدمة دي علشان نعرف التطور اللي حصل، علشان نكمل بيه التعديلات اللي تمت على قانون الإجراءات الضريبية، سواء تعديل القانون رقم
28 لسنة 21 أو المرسوم بقانون الاتحاد أيضا 28 لسنة 22. لو بدأنا بالتعديلات الأولى وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 21 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية واللي دخل حيز التنفيذ بالفعل من 1 نوفمبر 21. هذه التعديلات ارتبطت بثلاث عناصر أساسية في هذا القانون. ارتبطت بآلية ومتطلبات الاعتراض والطعن من قبل دافع الضرائب، حتى آلية بديلة تتعلق بالاعتراض والطعن من قبل الجهات الحكومية، ودي الحقيقة لأن أنا يعني في الحكومة عارف إن هي كانت يعني بتواجه بعض الجهات الحكومية، علما بأن طبعا الجهات الحكومية احنا كلنا بنتعامل مع مال عام، فيعني لا يمكن تصور ان الجهات الحكومية يمكن ان هي تتحايل على النظام الضريبي بهدف ان هي تخفض الضريبة المستحقة او تلجأ الى بعض التصرفات التي يمكن ان نصنفها القانون على انها نوع من التهرب الضريبي، ولكن هذا لا يعني ابدا ان هذه الآلية سوف تخلي مسؤولية الجهات الحكومية من هذه المخالفات، ولكن لابد من آلية محددة مخصصة تتناسب مع أعمال الجهات الحكومية كجهات سيادية أو ذات أنشطة سيادية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة. الجزء الثالث هي آلية الإعفاء من الغرامات الإدارية أو ردها أو ميزة أخرى تسهيلية، وهي عملية سداد على أقساط. لو بدأنا نتكلم تفصيليا عن هذا الجزء، فنتكلم الأول عن الأطر الزمنية اللي ارتبطت بهذا التعديل واللي ارتبطت بعمليات ما يعرف بالاعتراض والطعن. الأطر الزمنية للاعتراض والطعن الحقيقة زادت، وكان الهدف الأساسي إن وزارة المالية تدي دفع الضرائب فرصة أوسع إن هم يقدروا يعترضوا على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن أي قرارات صادرة عن الهيئة، وبالتالي تم تمديد الأطر الزمنية للاعتراض والطعون على النحو التالي. بالنسبة للمادة 27 فيما يخص طلب إعادة النظر، قبل التعديل كان يتعين على الشخص إنه يقدم الطلب بتاع إعادة النظر خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. طبعا الكلام ده اتغير وأصبح لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب الصادر بشأنه. الجزء الثاني خاص أيضا بموضوع المدد الزمنية هو إصدار القرار الخاص بإعادة النظر. فقبل التعديل أيضا كان الهيئة الاتحادية للضرائب بتصدر القرارات خلال 20 يوم عمل، في التعديل زادت المدة بقت 40 يوم عمل، تقوم الهيئة بإصدار القرار بشأن طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب. ده بالنسبة للمدد الزمنية المرتبطة بطلب إعادة النظر وقرارات إعادة النظر. المدد الأخرى المرتبطة أيضا بتقديم الاعتراض، قبل هذا التعديل كان لدى الشخص 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار عشان يعترض على قرار إعادة النظر. تعديل مد هذه المدة بحيث يقدم الاعتراض على طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر. أيضا فيما يخص
الطعن أمام المحاكم المختصة كان التعديل بيتكلم على إن القرارات النهائية ذات القيمة اللي هي بقيمة 100,000 درهم إن هي هتتعامل معاملة السند التنفيذي إذ لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال 20 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار لجنة فض المنازعات. التعديل تم إن القرارات النهائية في المنازعات اللي بتزيد قيمتها عن 100,000 درهم ما زالت مستمرة كسند تنفيذي إذ لم يتم الطعن عليها من قبل الشخص أو الهيئة بس أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من إمتى؟ من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة. أيضا فيما يخص متطلبات سداد الغرامات بالنسبة للجنة اعتبارا من حضراتكم 1 نوفمبر 2021 أصبح الشخص يقدر يقدم طلب للجنة رغم عدم سداده سداد الغرامات المفروضة بس بشرط ان هو يسوي مبالغ الضريبة بالكامل ويستوفي مجموعة من الشروط الاخرى اللي احنا حددناها في المقدمة اللي اتكلمنا عنها فيما يخص قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 21. اللي كان بيحصل قبل التعديل قدام حضراتكم انه كان على الشخص عشان يعمل تسوية لازم يسدد حاجتين. نمرة 1 اللي جت في الفقرة به من مادة 30 لابد ان يسدد الاثنين. اولا الضرائب والغرامات غير المسددة ذات الصلة قبل ان يصبح الشخص مؤهلا لتقديم اعتراضه امام اللجنة المعنية بهذا الايه بهذا الشكل. لو اتكلمنا عن متطلبات سداد الغرامات من خلال المحكمة المختصة ايه اللي كان بيحصل قبل التعديل؟ الشخص زي ما اتفقنا كان لازم يسدد جميع الضرائب والغرامات ذات الصلة قبل ان يصبح مؤهلا لتقديم اعتراضه امام اللجنة. في التعديل كشرط مسبق عشان يطعن أمام المحكمة المختصة يتعين على هذا الشخص من بين أمور أخرى أنه يقدم ما يثبت. نمرة 1 أنه قام بسداد مبلغ الضريبة المقررة وفقا للقرار المطعون فيه بالكامل. طيب هو يقصد إيه بمبلغ الضريبة المحدد بموجب قرار اللجنة أو المحكمة المختصة اللي هي أصدرت القرار اللي بيطعن عليه الشخص حالياً أمام المحكمة المختصة الأعلى. لذلك إذا اختلف مبلغ الضريبة في الحالتين بمعنى أنه في حال تغيير قرار المحكمة بشأن طلب الطعن ومن ثم زاد مبلغ الضريبة بموجب قرار المحكمة المختصة الأعلى درجة من المبلغ المقرر من قبل اللجنة بتاعت فض المنازعات أو المحكمة المختصة على الشخص عشان يكون مؤهل لرفع الأمر إلى المحكمة الأعلى درجة إنه لابد بالضرورة إنه يسدد الفرق المالي. الشرط الثاني جنب ده كمان إنه يقوم بسداد نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الغرامات المقررة وفقا للقرار المطعون فيه. وبنفس الطريقة مبلغ الغرامة المحدد بموجب قرار اللجنة والمحكمة المختصة اللي صدر به قرار اللي بيطعن عليه الشخص دلوقتي أمام المحكمة المختصة الأعلى ومبلغ الغرامات كما هو الحال بالنسبة لمبلغ الضريبة هيختلف. إذا تغير قرار اللجنة أو المحاكم بشأن طلب الطعن
ومن ثم في حالة زيادة مبلغ الغرامات من قبل المحكمة المختصة الأعلى عن المبلغ اللي قررته اللجنة أو المحكمة المختصة يتعين على الشخص سداد 50% من تلك الزيادة قبل أن يكون مؤهلا للانتقال إلى المستوى التالي. طبعا في كل الحالات الغرامات لابد أن تسدد مباشرة إلى الهيئة ومن خلال الحساب الإلكتروني المعني أو المختص باستقبال هذه المبالغ المالية. وكمان الجديد أنه يمكن للشخص أنه يقدم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة في هذه الحالة. طيب في حالة استيفاء هذه الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، يمكن في هذه الحالة أن أنا أبدأ أستوفي الشروط وبالتالي يقبل الطعن. إذ لم تستوفى الشروط يصبح الطعن غير مقبول. ده فيما يخص عمليات إجراءات الطعن أمام المحاكم. بالنسبة لي موضوع تقسيط الغرامات أو تخفيضها أو الإعفاء منها، طبعا بموجب التعديلات صدر قرار مجلس الوزراء بمجموعة من الضوابط والإجراءات، بحيث يحق للجنة المشكلة وفقا لقانون الإجراءات الضريبية إن هي تصدر، مجلس الوزراء أصدر بالفعل مجموعة من الضوابط والإجراءات اللي يحق للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات أو الإعفاء منها أو ردها كليا أو جزئيا. شكلت هذه اللجنة برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أو نائبه، وبتضم عضوين من أعضاء مجلس إدارة الهيئة. اللجنة دي لجنة جديدة يجوز لها أنها تصدر ثلاثة أنواع من القرارات. القرار الأولاني أنه يوافق على تقسيط مبلغ الغرامات بضوابط معينة. القرار الثاني أنه يعفي من الغرامات كليا أو جزئيا. القرار الثالث أنه يرد الغرامات كلها أو بعضها. طبعا الهيئة بتستلم طلبات سواء في شأن الإعفاء من الغرامات أو تقسيط مبالغ الغرامات، وطبعا بدأوا يعرضوه على اللجنة وياخدوا فيها قرار. طيب ماذا عن الضوابط اللي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 21 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها؟ للجنة في المادة 3 من هذا القرار المشار إليه، قال للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: أولاً أن طلب التقسيط يكون في شأن غرامات إدارية غير مسددة فقط. الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها لا تقل عن 50,000 درهم. وعطى مرونة أن اللجنة المعنية بهذا الموضوع يمكن أن تجري بعض التعديلات على هذه المبالغ اللي ممكن تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ثلاثة، أن تكون الغرامات الإدارية موضوع التقسيط لا تكون محل نزاع أمام لجنة فض منازعات أو محاكم مختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية، وفقا للآلية اللي نص عليها القانون الإجراءات الضريبية رقم 7 لسنة 2017، باستثناء طبعا الاعتراض اللي هيتم من خلال آلية إعادة النظر. الشرط اللي بعده، ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الإيه؟ الطلب. ده التعديل اللي تم، وإن الضرائب المستحقة بالكامل لابد أن تكون مسددة، لأنه بيعتبر إن الضريبة الانتقائية في
في هذه المرحلة، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة الهيئة الاتحادية للضرائب كضريبة مستحقة وليست ضريبة التاجر المسجل، سواء كان لضريبة الانتقائية أو لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي هو احتفظ بمال ليس من حقه. جاءت المادة 4 من القرار 105 وحددت مجموعة من الضوابط وحالات العفاء من الغرامات الإدارية، وقالت للجنة أن هي توافق على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: أن لا تكون المخالفة اللي اتفرضت بسببها الغرامات الإدارية مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي، أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة، أن يكون الطلب المقدم للإعفاء مرتبط بمجموعة من أي من الحالات التالية: الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية اتوفى وكانت الوفاة سبب مباشر في أنه مش قادر ينفذ الالتزام الضريبي اللي عليه، مرض الشخص الطبيعي المسجل للضريبة أو مالك المؤسسة الفردية متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده، وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى المنشأة المسجلة للضريبة بس عليه أن يثبت أن ذلك كان سببا مباشرا أنه لم يستطيع أن يلتزم بالضريبة في موعده، وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة متى كانت القيود أو الإجراءات كانت سبب مباشر في أن أنا ما أقدرش أنفذ الالتزام الضريبي زي ما حصل خلال فترة كوفيد-19، وجود خلل عام مرتبط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب أو أنظمة الدفع، لأن في فترة زمنية معينة كان نظام الدفع في الهيئة لا يقبل حد، يعني عنده حد أقصى من استلام المبالغ، وبالتالي كان ظهر فيها مشكلة، أو في خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سببا مباشرا في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها، وتنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية، قيام الشخص بالواجبات الضريبية بسداد كافة المبالغ الضريبية المستحقة وفقا للقانون الضريبي، ولكن استخدم حساب آخر مسجل لغاية الضريبة لدى الهيئة. إذا تم إشهار إعصار أو إفلاس الشخص وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة قبل شهر الإفلاس أو الإعصار، وذلك ما لم يكن الهدف من الإفلاس شهر الإفلاس أو الإعصار أنه تهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية، وبعدين عطى مرونة للجنة فقال أي حالات أخرى تقدرها اللجنة تعتبر من ضمن الشروط المتعلقة بطلب الشخص أنه يقدم الإعفاء من الغرامات الإدارية المفروضة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017. ده كان التعديل الأول اللي احنا معنيين به. التعديل الثاني هو تعديل أكثر شمولاً، وسوف يدخل زي ما قلت لحضراتكم إلى حيز التنفيذ، وذلك خلال 1 مارس 2023. والحقيقة التعديلات اللي حصلت هو مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 سنة 22 بشأن الإجراءات الضريبية، واللي هيدخل حيز التنفيذ زي ما قلت لحضراتكم من 1 مارس 23. التغيرات أو التعديلات اللي تمت على هذا القانون في 28 لسنة 22، أولا يعني إذا قيمناها من وجهة نظر السياسات الضريبية فيما يخص الإجراءات الضريبية، الإجراءات الضريبية أصبحت معنية الآن ليست فقط بمجموعة من الضرائب غير المباشرة في الدولة وهي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وإنما أصبحت معنية أيضا بالضريبة على الشركات والأعمال، وبالتالي بدأ يظهر بعض التعريفات الضريبية في هذا التعديل. كذلك روعي أن يكون هناك بعض المرونة في موضوع المواعيد المتعلقة
بتسوية المنازعات، حدود قصوى للغرامات الإدارية، موضوع الاسترداد وهكذا. ولكن عموما مجموعة التعديلات اللي تمت على قانون الإجراءات الضريبية ب 28 سنة 22 هي عبارة عن مجموعة من التعريفات الإضافية التي جاءت في المادة الأولى، ثم موضوع التصريحات الطوعية التي جاءت في المادة رقم 10، أيضا المادة رقم 13 المرتبطة بالوكلاء الضريبيون، المادة رقم 24 المرتبطة بالحد الأقصى للغرامات الإدارية، تعديلات مرتبطة بالعقوبات والإجراءات والتدابير المرتبطة بالمواد 25 و26 و27، أيضا طلب مراجعة التقييم الضريبي المادة 28، تمديد المواعيد المتعلقة بتسوية المنازعات والمرتبطة بالمادة 35، استرداد الضريبة وهي المادة المرتبطة باسترداد الضريبة المادة 39، المادة 40 أيضا تم عليها تعديل وهي المرتبطة بتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية، مادة 46 المرتبطة بالتقادم، مادة 53 وهي مادة مرتبطة أكثر بدخول ضريبة الشركات والأعمال حيز التنفيذ وهو ما يعرف بالموطن الضريبي، مادة 53، ثم قابلية تنفيذ اللائحة التنفيذية وهي المرتبطة بالمادة 55. خلينا نبدأ الأول بأولى التعديلات التي تمت في هذا الجانب، وهو التعريفات التي أضيفت إلى قانون الإجراءات الضريبية. أولا أضاف يوم عمل، حيث عرف تم تعريف يوم عمل بأنه أي يوم من أيام الأسبوع باستثناء أي عطلة، أي أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية، وعليه بيعتبروا أيام العمل الرسمية في الدولة زي ما حضراتكم عارفين من اليوم من الاثنين إلى الجمعة، إلا إذا صادفت إحدى هذه الأيام عطلة رسمية للحكومة الاتحادية. تم استحداث ما يعرف بالمقيم الضريبي سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو بالنسبة للشخص الاعتباري لأغراض الضريبة على الشركات والأعمال، وعليه أصبح من حق هؤلاء أن يحصلوا على ما يعرف بشهادة، شهادة الموطن الضريبي، واللي اتحددت واللي بتثبت الشخص أنه هو شخص ليه موطن ضريبي في الدولة بموجب أحكام المادة 53 من المرسوم بقانون. المادة 53 اتكلمت عن المقيم الضريبي زي ما قلت لحضراتكم، هناخدها بالتفصيل سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري. القرار ده المرتبط بالموطن الضريبي هو قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 22 وصدر في 2 سبتمبر، وأيضا هيعمل به من 1 مارس 23. الشخص الاعتباري سوف يتم اعتباره أنه مقيم ضريبي في الدولة في حالتين: إذا تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، وطبعا لا يشمل ذلك الفرع اللي بيتم تسجيله من قبل شخص اعتباري أجنبي في الدولة. لذلك الشخص الاعتباري الأجنبي هيكون معفي من ضريبة الشركة. ليه؟ لأنه مش هيعتبر مقيم وفقا لهذه المادة، أو يتم اعتباره مقيما ضريبيا بموجب القانون الضريبي النافذ في الدولة. طبعا هيطلع قرار مجلس وزراء يعتبر بعض الفروع الأجنبية المؤسسة في الدولة اللي هي أحكام السيطرة زائد الظروف الأخرى كمقيمة في الدولة، وبالتالي بيدرج ضمن الشخص الاعتباري المقيم في الفقرة الثانية. أما عن الشخص الطبيعي
برضو ايضا مهم، لان كل شخص طبيعي كمؤسسة او مؤسسة فردية طالما بيمارس من خلال رخصة تجارية سوف يخضع للضريبة على الشركات والاعمال في الدولة، يعتبر الشخص الطبيعي مقيما ضريبيا في الدولة في حال استيفائه اي من الشروط الاتية: اذا كان مركز اقامته المعتاد او الاساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة، أو يستوفي الشروط والمعايير اللي هتحدد بالقرار من الوزير، أو كان متواجدا فعليا في الدولة لمدة 183 يوم متصل يوما أو أكثر خلال فترة 12 شهر متتالية ذات صلة. 3. إذا كان متواجد فعليا في الدولة لمدة 90 يوم أو أكثر خلال 12 شهر متتالية ذات صلة، وفي نفس الوقت بيحمل جنسية الدولة أو حاصل على تصريح إقامة سارية في الدولة، أو يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، ويستوفي أي من الآتي: يا إما لديه مكان إقامة دائمة في الدولة، أو يمارس وظيفة أو أعمال في الدولة. في الحالة دي بيعتبره شخص مقيم ضريبي. ده بالنسبة للتعريفات والقرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 22 المرتبط بهذا الموضوع. الشق الثاني اللي اتكلموا فيه هي المادة 10، واللي تعدلت فيها أو أضيفت إليها بعض الأمور الخاصة بالتصريح الطوعي. طبعا حضراتكم عارفين أن التصريح الطوعي هو عبارة عن طلب بيقدم إلى الهيئة إذا حصل محتاج الخاضع للضريبة أن يقوم بتصحيح الإقرار الضريبي المقدم من قبله. طبعا القانون رقم 7 القديم 7/2017 قبل هذا التعديل كان بيلزم دافع الضريبة أنه يقدم تصريح طوعي فقط في حال أنه احتسب الضريبة المستحقة يا إما بأقل مما يجب، أو طلب استرداد بأكثر مما يجب، وكان حدد حدود مالية في حدود إذا كان الموضوع ده 10,000 إجراءاته بتتم إزاي، أو أكثر من 10,000 درهم يتم إزاي. ماذا تم في هذا التعديل؟ التعديل قال وفقا للتعديل 28 سنة 22 يجب على دافع الضريبة أيضا أن يقدم تصريح طوعي إذا تبين أن هناك خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة. يبقى إذن الإضافة اللي حصلت إنه التصريح الطوعي أصبح ملزم به أيضا الشخص إذا ظهر فيه خطأ أو سهو في إقرار الضريبي اللي قدمه الهيئة الاتحادية للضرائب، بس بشرط دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحق، فعلي أن أصحح هذا الإقرار بتقديم تصريح طوعي. طيب إيه هي اللي يقصده بالحالات اللي ممكن يحصل فيها خطأ أو سهو ومفيش فرق؟ فعلى سبيل المثال البعض من حضراتكم اللي بيتعامل مع الإقرارات الضريبية، بدل ما يقدم أو بدل ما يثبت المبيعات اللي تمت في دبي على إنها الفقرة ب أو الخانة 1 ب في الإقرار، حطها في الخانة المتعلقة بأبو ظبي اللي هي 1,000. في هذه الحالة أنا بعتبر ده محتاج تصريح طوعي، لأن في خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي لم يترتب عليه تغيير في قيمة الضريبة المستحقة. أيضا احنا نقصد بالإقرار الخاطئ عن مبالغ توريدات في الخانات من 1 لغاية 7، من 1 لغاية 7 كلها لا تؤثر على الضريبة المستحقة طالما تم الإقرار ان مبلغ الضريبة صحيح. طبعا اللائحة التنفيذية حددت الأحكام التفصيلية المتعلقة بتقديم التصريح الطوعي
وآلية تطبيق الغرامات الإدارية طبعا المفروضة بالتصريح الطوعي، واللي كانت بقرار مجلس الوزراء 40 لسنة 2017 مبلغ كبير جدا، كان بيمثل مشكلة إن الناس تقدم تصريح طوعي رغم إن ده يعني مصلحة الطرفين زي ما بيقولوا. وبالتالي تم التعديل، وده ظهر في المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017. وبعدين أيضا بعض الإضافات لمصلحة الطرفين في قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021. ده بالنسبة للتصريح الطوعي. بالنسبة للوكيل الضريبي في المادة القديمة قال لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل، سجل الوكيل الضريبي، والحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد، وكمان عايز السلطة المحلية المختصة في كل إمارة. طبعا ده كان يعني زي ما بيقولوا متحدد. التعديل اللي تم من خلال انه قال وفقا لقانون الاجراءات الضريبية انا هحدد هذه الشروط في اللائحة التنفيذية. اين جاءت في اللائحة التنفيذية؟ جاءت في المادة 10. وبالتالي انه هتحدد او حددت مادة 10 في اللائحة شروط وضوابط واجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل والغائه وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي. وعلى الوكيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي وفقا أيضا لاشتراطات وضوابط حددتها اللائحة التنفيذية. وكان يعني زي ما بيقولوا أسهل بالنسبة للوكيل الضريبي في هذه التعديلات. فيما يخص موضوع آخر وهو موضوع الحد الأقصى للغرامات الإدارية التي جاءت في المادة 24 أيضا عدلت. القانون القديم زي ما حضراتكم شايفين كانت الغرامات الإدارية لا تقل عن 500 درهم لأي مخالفة ولا تتجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي تم فرض الغرامة الإدارية بشأنها. وعمليه في التعديل الجديد أزال الحد الأدنى للغرامات الإدارية وحدد حد أقصى لها بضعفي وليس 3 أضعاف، بضعفي مقدار الضريبة التي فرضت الغرامة الإدارية بشأنها. ثم أعقب ذلك بعض التعديلات اللي هتتم في المواد 25 و26 و27 واللي أدرجها ضمن ما يعرف بالعقوبات والإجراءات والتدابير. وفقا لهذا التعديل 28 لسنة 22 واللي بيدخل حيز التنفيذ في مارس 23 استحدثت مجموعة من التعديلات سواء التي تنظم العقوبات أو الإجراءات أو التدابير، وتحديدا هي عبارة عن 6 تعديلات تمت. التعديل الأولاني أنه خفض الحد الأقصى للغرامة اللي بتفرض على القيام بفعل أدى لتهرب ضريبي من 5 أضعاف مقدار الضريبة المتهرب منها إلى 3 أضعاف الضريبة المتهرب منها. يبقى التعديل الأولاني الحد الأقصى للغرامة بعد ما كان 5 أضعاف مقدار الضريبة المتهرب منها أصبحت 3 أضعاف الضريبة المتهرب منها. التعديل الثاني في المواد من 25 لسبعة وعشرين أنه أدرج بعض الأفعال التي قد لا تؤدي إلى تهرب ضريبي اعتبرها نوع من الجرائم الضريبية. وفي الحالات اللي بينتج فيها عن تلك الأفعال تهرب ضريبي
في هذه الحالة لابد أن تطبق ذات العقوبات المقررة على التهرب الضريبي. التعديل الثالث في المواد من 25 ل 27 أنه أصبح الامتناع عمداً عن سداد الغرامة الإدارية المستحقة الدفع جريمة ضريبية يعاقب عليها القانون. التعديل الرابع أصبح العودة لما يعرف بطرق التهرب الضريبي ظرفاً مشدداً إذا تم قبل انتهاء 5 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بشأن جريمة ضريبية سابقة. التعديل الخامس أجاز للهيئة الاتحادية للضرائب إنها تقوم بمجموعة من إجراءات التخزين أو النقل أو التحفظ أو التصرف أو الإتلاف أو التدوير أو البيع لبعض الأشياء اللي ضبطتها وفقاً لإجراءات وضوابط محددة في اللائحة التنفيذية تحددت في المادة 16 من اللائحة التنفيذية. رغم ذلك فإن سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية والنفقات المتكبدة عن الأشياء بيأهل المخالف طالما الموضوع انتهى لطلب استعادة تلك الأشياء. الجزء الأخير في هذه التعديلات من 25 ل 27 إن أضاف حكم جديد لم يكن موجوداً في قانون الإجراءات الضريبية. الحكم الجديد ده بينظم التصالح في جرائم التهرب الضريبي في حال إن المتهرب الضريبي استوفى شروط التصالح، وبالتالي هيترتب على التصالح انقطاع الدعوى الجزائية وإلغاء تبعيتها وما يترتب عليه. مادة 25 زي ما حضراتكم شايفين يعاقب لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تتجاوز كحد أقصى 3 أضعاف أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال التالية. الأفعال التي حددتها المادة 25 كجرائم للتهرب الضريبي: الامتناع عمدا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع، وزي ما قلت لحضراتكم لأنه بيعتبروا التاجر أو مسجل لضريبة القيمة المضافة الضريبة الانتقائية هو مؤتمن على أموال حكومية وبالتالي كان لازم يتم توريدها. القيام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وكان القصد عدم الوصول لحد التسجيل اللي هو 375,000 أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر على النحو المحدد في القانون الضريبي. طبعا نسب الضريبة والحد الضريبي هتظهر أكتر في ضريبة الشركات والأعمال. تصرف أو التهرب الثالث: القيام عمدا بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون أن يكون مسجلا. القيام عمدا بتخفيض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي. القيام أو الامتناع عمدا عن أي فعل آخر من شأنه أن يشكل تهربا ضريبيا بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 3. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تتجاوز عن 3 أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امتنع عمدا عن سداد الغرامة الإدارية مستحقة الدفع ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء منها. 4. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال التالية: القيام عمدا بتقديم معلومات أو بيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة. القيام عمدا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها. سرقة وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة أو قام عمدا بإساءة استخدامها أو تسبب في إتلافها. القيام
عمدا بمنح أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجبتهم إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في البند السابق ونتج عنها تهرب ضريبي أو تسهيله أو إخفاءه، تطبق العقوبة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة. 6. كل من ثبت اشتراكه مباشرة أو متسببا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي عوقب بالعقوبة المقررة لها في المرسوم بقانون وفقا لأحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في القانون 31 لسنة 21. إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أو شركاء، فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن. يعتبر العود ظرفا مشددا، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي يعتبر عائدا كل من حكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيا كانت العقوبة المحكوم بها، ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه مع عدم الإخلال بنص المادة 11 من هذه المادة. كل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضريبي يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. 10. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون ذلك بناء على طلب الهيئة للنيابة العامة. 11. لا يترتب على الحكم بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية أنه يسدد الضريبة المستحقة للدفع أو الغرامات الإدارية. حضراتكم طبعا عارفين مادة 25 تحديدا والأمور اللي حصلت عليها، اللغط اللي حصل عليها خلال الفترة الأولى من عملية تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وعدم التوسع في مفهوم جرائم التهرب الضريبي وما إلى ذلك. المادة 26 اتكلمت عن الإجراءات والتدابير، فقالت والله لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وقال مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أن تحكم بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. بالرغم من اللي ورد في البند 2 من هذه المادة للهيئة الاتحادية للضرائب أن هي تقوم بإجراءات التخزين والنقل والتحفظ والتصرف والإتلاف أو التدوير أو بيع الأشياء المضبوطة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها والتصرف في البضاعة المتروكة، لا تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة بشأن المضبوطات بمسؤولية الشخص أنه يسدد الضريبة المستحقة عليه ويدفع الغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. ثم زي ما قلنا لحضراتكم في الشرح، يجوز لصاحب الحق في المضبوطات أنه يطلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات والمصروفات المستحقة عليه حسب الأحوال. لا تتحمل الهيئة وموظفيها أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالمضبوطات نتيجة قيام الهيئة بالتصرف فيها وفقا لهذه المادة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالبنود الخاصة بعملية التخزين والنقل وعملية البيع أو التصرف فيها والمضبوطات وغيره من هذه المادة. المادة الأخيرة اللي اتكلمنا فيها موضوع التصالح، إنه المادة 27 أنشأت آلية جديدة أو نظمت التصالح في جرائم التهرب الضريبي، ولكن باستفاء لشروط التصالح، وإذا تم استفاء شروط التصالح وتم تنقضي الدعوى الجزائية وتلغي تبعياتها وما ترتب عليه. أولا، من اللي بيحرك
الدعوة للهيئة الاتحادية للضرائب قبل تحريك الدعوة الجزائية إن هي تحاول تتصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. بس الشروط إيه؟ مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ولها قبل تحريك الدعوة الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند 4 من مادة 25 اللي احنا قلناها لحضراتكم. نرجع ليها تاني، ادي المادة 25 وادي البند 4 اللي كان بيقول يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 1,000,000 درهم، اللي هي الاربع حالات اللي حددهم في المادة 25. نمرة 2، مادة 27، للنيابة العامة بعد تحريك الدعوة الجزائية وقبل صدور حكم الإدانة بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، مقابل أنه أيضا يسدد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافا إليها مبلغا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها، هيحددوها وفقا للائحة التنفيذية أو المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند 4 من المادة 25. للنيابة العامة بعد صدور الحكم بالإدانة أن هي تتصالح في الجرائم المشار إليها في البند 1 مقابل سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية مضافا إليها مبلغ يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها تحدد من قبل اللائحة التنفيذية أو المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند 4 من مادة 25 لسه شايفين. يكون التصالح في البند 2 و3 بعد استطلاع رأي الهيئة. يترتب على التصالح زي ما اتفقنا انقضاء الدعوة الجزائية، إلغاء ما ترتب عليها من آثار، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد سيرورة الحكم أنه أصبح حكما باتا، واللائحة بتحدد شروط وضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة. طيب لما نيجي نتكلم على موضوع طلب مراجعة التقييم الضريبي والفترات الضريبية الأخرى، قانون أو التعديل الوارد جه في مادة 28 وقال يسمح لدافع الضرائب باللجوء إلى آلية جديدة لتسوية دافع الضرائب وللهيئة وديا. هذا التصالح يتم كالآتي: أولا كخيار قبل خطوة تقديم طلب إعادة النظر، وتنطبق فقط على الحالات اللي هتصدر فيها الهيئة تقييما ضريبيا لدفع الضريبة. طبعا لدفع الضريبة في هذه الحالة أن يطلب من الهيئة مراجعة التقييم الضريبي أو جزء منه أو أي غرامة إدارية ذات صلة بهذا الموضوع، وعليه هيخضع القرار الصادر من الهيئة بشأن طلب مراجعة التقييم الضريبي لعملية الاعتراض أو الطعن المعتادة بما في ذلك المدد الزمنية المطبقة. طيب المدد هتبقى عاملة ازاي؟ يجوز للهيئة الأول من جانب الهيئة، يجوز للهيئة لأي سبب من الأسباب الواردة في اللائحة التنفيذية وللفترة المحددة تمديد أربع فترات زمنية. المدة الأولى بناء على طلب دافع الضريبة، المدة التي يجوز خلالها تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي، أدي واحدة. المدة الثانية هي المدة التي يجوز خلالها إصدار قرار بشأن طلب مراجعة التقييم الضريبي. المدة الثالثة برضو بناء على طلب
دافع الضريبة المدة التي يجوز خلالها تقييم أو تقديم، أنا آسف، طلب إعادة النظر. الرابعة والأخيرة، المدة الرابعة والأخيرة، المدة التي يجوز خلالها إصدار قرار بشأن طلب إعادة النظر. احنا بنتكلم هنا على مواعيد متعلقة بتسوية منازعات، مادة 35، ما يجوز للهيئة وما يجوز للجنة فض المنازعات. ما يجوز للجنة للهيئة، أولا المدة اللي يجوز خلالها تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي، ولكن لابد أن تتم بناء على طلب دافع الضريبة. المدة اللي يجب خلالها إصدار قرار بشأن طلب مراجعة التقييم الضريبي. ثلاثة، أيضا بناء على طلب دافع الضريبة، المدة التي يجوز خلالها تقديم طلب إعادة النظر. المدة الرابعة، المدة التي يجب خلالها إصدار قرار بشأن طلب إعادة النظر. ماذا عن المدد المرتبطة باللجنة المرتبطة بفض المنازعات الضريبية؟ يجوز للجنة فض المنازعات الضريبية تمديد المدد التالية: المدة الأولى، المدة التي يجوز خلالها تقديم الاعتراض. المدة التي يجب خلالها إصدار قرار بشأن الاعتراض. طيب، في حال رفض طلب التمديد، بالتأكيد بيكون قرار الهيئة أو اللجنة في هذه المدد بحسب الأحوال قرار إيه؟ نهائي. وبالتالي لا يمكن للشخص أنه يعترض أو يطعن على قرار رفض طلب التمديد. يبقى المادة 35، يجوز للهيئة أو للجنة، هيئة الاتحادية للضرائب، لجنة فض المنازعات، لأي سبب من الأسباب أنه يمدد أي من المدد التالية اللي أنا قلتها لحضراتكم على سبيل الحصر، سواء فيما يخص الهيئة أو فيما يخص لجنة فض المنازعات. واتفقنا أنه في حالة رفض طلب التمديد بيعتبر المرسوم أن قرار الهيئة أو لجنة فض المنازعات قرار نهائي وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه بحسب الأحوال. المدة اللي حددوها لكل هذه الأعمال هي مدة كافية جدا، وهي مدة 40 يوم لكل الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها. الست حالات اللي اتكلمنا عنهم كلهم يجوز المد فيهم لمدة 40 يوم عمل. طيب، فيما يخص استرداد الضريبة واللي كانت بتنظمها المادة 35 وأصبحت الآن وفقا للتعديلات 39، كان لدافع الضريبة عموما أنه يجوز لي أن يقدم طلب استرداد ضريبي إذا كان دافع الضريبة مؤهلا للاسترداد وفقا للقانون الضريبي ذو صلة. خلاص، تمام، أنا ليا استرداد ضريبي عند الهيئة الاتحادية للضرائب، متحدد لي وقت معين يجب أن أنا استرد فيه الأموال، فمفروض أن أنا استرد. إيه اللي تم استحداثه؟ اللي تم استحداثه في رقم 2 فقرة به، قال والله منح الحق للهيئة الاتحادية للضرائب أنه يرفض أنه يرد المبلغ أو يرفض طلب الاسترداد المقدم من دفع الضريبة إذا كان هذا الشخص في ما يعرف بالخضوع لتدقيق ضريبي. إذا كان الشخص صاحب الحق في الاسترداد بيخضع لتدقيق ضريبي، في هذه الحالة تستطيع الهيئة لها الحق في أن ترفض أن تقدم له الاسترداد أو ترد له المبلغ. طبعا ده بقرار سوف يصدر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في هذا الشأن بالشروط والنصوص والمنصوص عليها في قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة، عشان تبقى الأمور إيه واقعية. فيما يخص تحصيل الضريبة والغرامات الإدارية، قانون الإجراءات أو التعديل اللي تم ده قال إن للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب
من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بأنه يحجز على أموال الشخص. إمتى؟ إذا تبين لها، أي للهيئة الاتحادية للضرائب، أن المبالغ الضريبية المستحقة الدفع معرضة للضياع، ويشمل ذلك أصول الشخص المخزنة من قبل شخص آخر. طبعا في هذه الحالة وفقا للمادة 40 لا يجوز إن أنا أتصرف في هذه الأصول إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة المختصة، وده بيتم بناء على طلب من مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. إيه كمان؟ يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بمقتضى جميع القوانين الضريبية أولوية على كامل الديون الأخرى للشخص، طبعا عدا المصروفات القضائية. ده بالنسبة للمادة 40 اللي بيقول فيها إذا تخلف الشخص عن سداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهل المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو الغرامات الإدارية، تتخذ الإجراءات التالية: توجه للهيئة الشخص تبليغا لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه. في حال تخلف الشخص عن السداد بعد تبليغه، يصدر مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قرارا بإلزام الشخص بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقا بالتقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية. يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سندا تنفيذيا لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة. طيب إيه الجديد في الموضوع؟ إذا تبين للهيئة الاتحادية للضرائب أن المبالغ المستحقة الدفع معرضة للضياع، فللمدير العام أن يطلب، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة أن يصدر أمرا على عريضة بالحجز على أموال الشخص تكفي لاستيفاء هذه المبالغ تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه المبالغ محجوزة حجزا تحفظيا، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. 3. يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بمقتضى القانون الضريبي امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة مستحقة الدفع. زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي تم استحداثه في هذه المادة فيما يتعلق بتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية المرتبطة بالمادة 40 وجزئية الإجراء اللي الهيئة بدأت تطلب من قاضي الأمور المستعجلة أنه يصدر أمر بالحجز على الأموال إذا رأت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أموالها أو الأموال العامة أو الأموال المستحقة من قبل هذا الشخص معرضة للضياع. بالنسبة لموضوع التقادم، احنا بنتكلم فيه على ان التعديل اضاف مادة حددت الاطار الزمني الاقصى اللي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب تتصرف خلاله، وبمجرد انتهاء هذه الفترة لا يحق للهيئة الاتحادية للضرائب عموما انها تتخذ اي اجراء مثل ان هي تبدا في التدقيق او تصدر تقييم ضريبي. حضراتكم عارفين بشكل عام لا يجوز للهيئه الاتحاديه للضرائب اجراء تدقيق ضريبي او اصدار تقييم ضريبي للخاضع بعد مرور
خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات السنة. فمثلا لو بنتكلم على شخص بيقدم إقرارات ضريبية للقيمة المضافة خلال الفترة، مثلا عنده إقرار ضريبي خلال الفترة من يوليو 22 لغاية سبتمبر 22، ده بيقدم فيها إقرار ضريبي طبعا بما لا يتجاوز 28 يوم من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية بتاعته اللي هي 30 سبتمبر 22، يعني المفروض يقدم الإقرار الضريبي في موعد لا يتجاوز 28 أكتوبر 22. لا يمكن لتلك الفترة الضريبية أن تخضع للتدقيق الضريبي أو أن الهيئة تطلع لها تقييم ضريبي بشأنها بعد مرور خمس سنوات. خمس سنوات يعني بنتكلم على 30 سبتمبر 2027. ولكن هذه المادة جاءت استثناء من القاعدة العامة، وإلا والله يجوز للهيئة أنها تجري تدقيق ضريبي أو تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وذلك في بعض الحالات المحددة. محددة بكم حالة؟ بأربع حالات هيعتبرها استثناء من مدة الخمس سنوات. الحالة الأولى إذا قامت الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة إن أنا خلي بالك أنا هعمل عليك تدقيق ضريبي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، بس بشرط بقى إن الهيئة لازم تتم عملية التدقيق أو تصدر التقييم خلال أربع سنوات من تاريخ تبليغ هذا الشخص بأنه هيخضع للتدقيق الضريبي. فعلى سبيل المثال إذا قامت الهيئة بإبلاغ أحد الخاضعين للضريبة في 23 ديسمبر 22 بأن أنا هدقق عليك ضريبياً على الفترات الضريبية المرتبطة بالعام 2018، في الحالة دي لازم الهيئة تكمل التدقيق الضريبي وتصدر التقييم اللي هي عايزة تعمله قبل 23 ديسمبر 26. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي بكسر فيها قاعدة الخمس سنين، إذا قام الشخص بتقديم تصريح طوعي في السنة الخامسة من نهاية فترته الضريبية على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الإيه؟ الطوعي، لأنه قدمه في السنة الإيه؟ الخامسة. طبعا حضراتكم عارفين أنه لا يمكن للمسجل أن يقدم تصريح طوعي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الإيه؟ السنة. خلاص. الحالة رقم ثلاثة التي يجوز فيها للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تدقيق ويعني تكسر القاعدة العامة بتاعت الخمس سنين هي حالة التهرب الضريبي. في هذه الحالة يجوز للهيئة أن هي تعمل تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي طالما ارتبطت بحالة تهرب ضريبي خلال 15 سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. الحالة الرابعة والأخيرة المستثناة من القاعدة العامة أنه في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بالتسجيل للضريبة خلال الفترة المقررة يجوز للهيئة أن تعمل تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع القيام بالتسجيل. بمعنى أنا عندي المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 8 سنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته بتقول إن في إلزام بعملية التسجيل الضريبي. أنا أعتبر إن الإلزام ده ظهر في 1 يوليو 1/7/2019، ولكن أنا ما التزمتش بالتسجيل في 1 يوليو 2019 وإنما قدمت طلب التسجيل من 1 يناير 2021. في هذه الحالة يجوز للهيئة أن هي تعمل تدقيق ضريبي
للفترة من 1 يوليو 2019 وحتى اللي هو تاريخ الالتزام الضريبي الفعلي، وحتى 31 ديسمبر 2020، أي قبل فترة الفترة التي سبقت فترة تقديم تسجيل الضريبة على. ليه؟ لأنه كان مفروض أنه ملتزم ضريبيا فتقدر تعمل في هذه الحالة. بس طبعا في هذه الحالة علي أن يكتمل موضوع التدقيق ده قبل 1 يوليو 2034 اللي هما 15 سنة، أو إصدار تقييم ضريبي قبل ذلك التاريخ. ده بالنسبة لعملية تقادم بالنسبة للإجراءات الضريبية الجديدة فيما يخص الخمس سنوات وغيره. يبقى إذن لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وللهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو تقييم ضريبي للخاضع بعد 5 سنين من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة. أولا، إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذات ذلك التدقيق قبل انقضاء 5 سنوات، على أن يتم التدقيق والتقييم خلال 4 سنوات من تاريخ التبليغ. للهيئة الاستثناء من القاعدة العامة، للهيئة إجراء تدقيق أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور 5 سنوات من انتهاء ذات الصلة إذا كان التدقيق أو إصدار التقييم يتعلق بتصريح طوعي، الآدي الحالة الأولى، تم تقديمه في نهاية السنة الخامسة، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي خلال سنة. مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يصدر قرار لتعديل المدة لإتمام التدقيق أو إصدار التقييم وفق للبندين 2 و3. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور 5 سنوات في حالة التهرب. زي ما اتفقنا العملية بتمد حتى 15 سنة، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 عام من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. أيضا فيما يخص حالة عدم التسجيل، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي زي ما قلت لحضراتكم، تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم زي حالة التهرب خلال 15 عام من سنة التاريخ الذي يتوجب فيه على الخاضع القيام بعملية التسجيل الضريبي. المقيم الضريبي زي ما قلت لحضراتكم، وزي ما عرضنا قرار مجلس الوزراء الذي يحدد شروط المقيم من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، يصدر مجلس الوزراء قرارا بناء على اقتراح الوزير بيحدد فيه الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص مقيما ضريبيا لأغراض القانون الضريبي أو اتفاقية أو ترتيبات تكون الدولة طرفا فيها. تصدر الهيئة الاتحادية للضريبة الشهادة الجديدة اللي كانت بتصدرها قبل كده وزارة المالية، شهادة الموطن الضريبي للمقيم وفقا للأحكام اللي بيحدد في قرار مجلس الوزراء اللي أنا عرضته على حضراتكم في البداية خالص، واللي بيتكلم فيه على الاثنين مع بعض، عملية تنظيم ما يعرف بالموطن الضريبي وكذلك متطلباته وشروطه، وهو قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 22، واللي قلت لحضراتكم جزء من هذا الموضوع أيضا مرتبط بقانون الضريبة على الشركات والأعمال. المقيم الضريبي أولا الشخص المقصود به ممكن يكون شخص طبيعي أو اعتباري. المقيم هو المقيم في الدولة على النحو اللي هتحدده المادة 3 و4. الأعمال أي نشاط، نفس التعريف الوارد في الضريبة على الشركات، أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص كنشاط صناعي، تجاري، زراعي، مهني، حرفي، خدمي، أنشطة التنقيب وما يتعلق باستخدام الممتلكات المادية وغير المادية، نفس المصطلح المستخدم. تصريح الإقامة، التصريح أو الإذن الصادر من السلطات المختصة في الدولة، كانت وزارة المالية دلوقتي بقى الهيئة الاتحادية للضرائب، بمنح الشخص الطبيعي حق الإقامة والعمل داخل إقليم الدولة ولا يشمل، أنا آسف، ده تصريح إقامة مش مقيم ضريبي، الإقامة أو العمل داخل إقليم الدولة، ولا يشمل ذلك تصريح مؤقت لدخول الدولة لفترة زمنية محددة لأغراض السفر المؤقت أو السياحة أو الرياضة أو العلاج أو لغير غرض آخر للإقامة وشؤون الأجانب.
مكان الإقامة الدائمة، المكان الذي يقع في الدولة يكون متاحا للشخص الطبيعي في جميع الأوقات. الاتفاقيات الدولية المرتبطة باتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتعامل مع البيانات الضريبية. الشهادة دي شهادة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بتثبت ان الشخص ده مقيم ضريبي لأغراض الاتفاقيات واتفاقيات منع الازدواج الضريبي. الضريبة معرفة في القرار بكل ضريبة اتحادية تفرض بموجب القانون الضريبي، تناط إدارتها وتحصيلها تنفيذها بالهيئة الاتحادية للضرائب. القانون الضريبي هو أي قانون اتحادي تفرض بموجبه الضريبة، ودي يهدف القرار لتحديد متطلبات وشروط الشخص كمقيم ضريبي في الدولة وهل يخضع ولا لا، سواء كان شخص اعتباري أو شخص طبيعي. يتبقى لنا هنا بس فقط في الجزء ده يا جماعة هو ما يعرف بقابلية اللائحة التنفيذية اللي هي جت في المادة 55. الهيئة الاتحادية للضرائب قالت هيستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية رقم 7 وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذا له إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الضريبية الجديد حتى نفاذ لائحة تنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الجديد. ده كان عبارة عن مجموعة التعديلات اللي تمت، وتحديداً التركيز على التعديلات اللي تمت الأخيرة اللي هي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 22. قبليها اتكلمنا على المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 21، واللي أنا قلت فيه لحضراتكم إن هو ركز على ثلاث حاجات تحديداً أو حاجتين يمكن. موضوع آلية ومتطلبات الاعتراض والطعن من قبل دافع الضريبة، طبعاً ده يعني خلاص دخل حيز التنفيذ من 1 نوفمبر 21. آلية خاصة بتتعلق بالاعتراض والطعن من قبل الجهات الحكومية، آلية الإعفاء من الغرامات الإدارية أو ردها كلياً أو جزئياً أو سددها على أقساط. وكانت المقدمة مرتبطة بآلية خفض الغرامات الإدارية اللي كانت عاملة شوية مشاكل بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017. أنا يسعدني طبعاً إن أنا يعني أستعرض مع حضراتكم الأسئلة اللي وردت من حضراتكم. لو سمحتوا لو في حد عنده أسئلة بس يكتبها في الشات. أي أسئلة يا جماعة احنا حاضرين إن شاء الله. ما هي حقوق الخاضع للضريبة؟ طبعا حقوق الخاضع للضريبة لم يحدث عليها تغيير موجودة في قانون الإجراءات الضريبية، ولكن معظمها الجديد في الموضوع هو موضوع آلية جديدة لتسوية الغرامات والخفض اللي عملت 70-30، وكل المدد زادت بالإضافة إلى المرونة اللي بدأت تحصل في قضايا التصالح وخفض الغرامات. فيعني الالتزامات أو الالتزام الأساسي اللي حصل مقارنة بالقانون القديم والتعديلات الجديدة هي المدد الزمنية وتسوية الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017. هل أموال الضريبة امتيازها أعلى من النفقة الأسرية وأموال القضايا العمالية؟ جماعة الخير، يعني أنا شوية في الجزء بتاع السياسات الضريبية، فطبعا إذا كان حد من الزملاء القانونيين يقدر يفيدنا أو أنا أرد على السؤال بعد الرجوع للزملاء القانونيين. لكن النفقات القضائية
الامتياز لدين الضريبة المستحق قانوني أو مالي يجب أن يسبق كل الامتيازات عدا النفقات القضائية. المادة 40 مالها؟ عايز نجيبها؟ المادة 40 المادة 40 بيتكلم فيها، لو حد عايز حاجة تاني، المادة 40 بيتكلم فيها على موضوع تحصيل قانون تحصيل الضريبة والغرامات الإدارية. الأتاح هذا التعديل للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بالحجز على أموال الشخص إذا تبين أن المبالغ الضريبية المستحقة الدفع معرضة للضياع، ويشمل ذلك أصول الشخص المخزنة من قبل شخص آخر. وبالتالي طالما الحجز تم مش هيقدر يتصرف إلا إذا رفع الحجز وبحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. كمان قال هيكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بمقتضى جميع القوانين أولوية على كامل الديون للشخص عدا المصروفات القضائية. المادة 36 هل يجوز السداد؟ مادة 36 المادة 36 يا جماعة الخير لم يحدث عليها تعديل. المادة 36 لم يحدث عليها تعديل. ما هو حد التصريح الطوعي؟ حد التصريح الطوعي 10,000 درهم وفقا للتوقيت اللي هتقدم فيه التصريح الطوعي، ولكن في كل الحالات حضراتكم عارفين ان في غرامة على التصريح الطوعي. انما الجديد في التصريح الطوعي في الحالة المضافة انه لن يترتب على تقديم التصريح الطوعي الغلطة غلطة شكلية لم تؤثر في حجم الضريبة المستحقة او في قيمة الضريبة المستحقة لصالح الخزانة العامة، وبالتالي مش هيبقى فيها حاجة في هذه الحالة. المرسوم 105 لسنة 21 يجوز الطعن على قرارات لجنة الإعفاء، ما هي الآلية؟ القرار 105 لسنة 21 اللي احنا قلناه في رقم 2 هو كان مرتبط بالمدة. طيب الطعن أمام المحكمة المختصة، جماعة الخير بناء على التعديل تعد القرارات النهائية في المنازعات اللي بتزيد قيمتها عن 100,000 درهم سندا تنفيذيا، إذ لم يتم الطعن عليها من قبل الشخص أو الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة. اللي حصل هنا إنه حكاية 20 يوم بقت 40 يوم. طيب موضوع سداد الغرامات عشان اللجنة، حضراتكم عارفين قبل التعديل كان الشخص عليه إنه يدفع حاجتين، يسدد الغرامات ويسدد الضرائب، يعني الغرامات كلها والضرائب كلها. من 1 نوفمبر 21 بات بإمكان الشخص تقديم طلب إلى اللجنة رغم سداد عدم سداد الغرامات المفروضة طالما إنه سدد الضريبة المستحقة بالكامل بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى. طيب عشان يسدد الغرامة أمام المحكمة المختصة قبل التعديل كان بيتعين على الشخص زي ما اتفقنا تاني انه يسدد اتنين الضرائب وغرامات. لا، وفقا للموضوع الجديد هيسدد بس فقط موضوع الضريبة المقررة، ولكن لابد انه يسدد اذا ظهر فرق. لما راح للمحكمة الاعلى زادت المبلغ لازم يسدد. كمان لازم يسدد ما لا يقل عن 50% من الغرامات المقررة.
للشروط. وبرضو إذا ظهر فرق في المحكمة الأعلى ذات الاختصاص الأعلى لازم يسدد الفرق بحيث يصل ل50%. جماعة تقديم التصريح الطوعي دي في موضوع قانون ضريبة القيمة المضافة، هو حدد 10,000 يجوز تقديم التصريح الطوعي إذا أقل من 10,000 خلال نفس الفترة الزمنية التي حدث فيها الخطأ، بينما إذا كانت أكثر من 10 في هذه الحالة لابد أن يقدموا خلال فترة الإقرار الضريبي التي تليها. لا، هل يلزم اللجوء للجنة إعادة النظر قبل اللجوء في شأن الطعن على قرار لجنة الإعفاءات؟ قرار لجنة الإعفاءات هو طلع له ضوابط معينة، اللجنة أنت ما عجبكش لجنة إعادة النظر، إذا رحت للمحكمة ما تقدرش، يعني ما تقدرش تروح على لجنة الإعفاءات. قبل ما تروح على المحكمة لازم تمر على لجنة الإعفاءات، وده هدفها الأساسي، إنما توديش قضايا إلى المحكمة، ما توصلش للمرحلة الأخيرة. هل يحق لمن قام بسداد الغرامات قبل 21 أن يطلب مساواته لمن حصل على إعادة تقييم فيما بعد 21؟ لا، هو حدد ومد الفترة لغاية 31/12/22، لا يحق. حاضرين يا جماعة أي أسئلة أخرى؟ الله يخليكم، أنا اللي بشكركم على حضوركم، وربنا يديكم الصحة والسلامة بإذن الله رب العالمين، ودايما نلتقي على خير في رحاب معهد دبي القضاء بإذن الله رب العالمين في أمور أخرى، وبالتوفيق للجميع بإذن الله رب العالمين. تفضل يا أستاذ. شكرا. أنا بشكركم جميعا، متشكرين يا جماعة.